عشان دلوقتي انا عايزه عندي البلان بتاعي، البلان ده انا عايزه اخده من الاوتوكاد وادخله على سكتش اب عشان ابتدي اعمله، اطلع له بقى جدار وابتدي اعمله 3 دي موديل. طيب مبدئيا لازم البلان قبل ما يدخل على السكتش اب لازم يكون نظيف. يعني ايه نظيف؟ يعني ما يبقاش عندي خطوط فوق بعض زي كده، بتبقى الدنيا تبقى الخطوط كلها مقفله، ما تبقاش خطوط مفتحه. كل ما هتبقى الخطوط احسن كل ما هستريح اكتر في السكتش اب. فانا دلوقتي عندي بلان ده معمول بالمنظر دوت. طبعا في حاجات فوق بعض، في خطوط، شايفين الكلام ده؟ زي ما انتوا عارفين المفروض ان السكتش اب بيتعامل مع خطوط، الخطوط دي بتتجمع مع بعض بتعمل لي بلان، فلازم اراعي القصه دي. فطول ما انا عامله خطوط كتير مش مقفله، خطوط كتير مش مقفله، هو مش بيعرف يقراها كمسطح، كبلان يعرف يطلعه ويعمله 3D. فتعالوا نشوف ازاي اقدر احل المشكله دي. دلوقتي نفترض ده البلان بتاعي، هاجي اول حاجه ابتدي اظبط البلان بتاعي. اظبطه ازاي؟ يعني هاجي كده مثلا هنا الخطوط دي فوق بعض، هبتدي ابدا اعمل ترم، ترم كده خط زي ده مثلا هشيله ملوش لازمه، خط زياده هنا هشيله، هفتح الحيطان مع بعض كويس تمام. هاجي هنا اشيل برضو الخط ده زياده ملوش معنى، راح شايلاه. وبعدين اجي هنا اشيل ده، وبعدين الخط ده برضو اروح شايلاه. يفضل ان البيبان برضو اشيلها، يعني اجي عند الباب مثلا اروح عاملاه خط كده واقفل الخط بتاعي. يا سلام، احسن لو هعمله اكستند كده ان انا اخليه يمتد عشان اتاكد على قد ما اقدر ان الخطوط تكون مقفله مع بعض. دايما اشيل الخطوط الزياده اللي في البلان، مثلا خط زي ده مثلا، خط زي ده اروح عامله له ترم كده واشيله. حاجه مثلا زي الشباك ده انا مش محتاجه كل الخطوط اللي في النص دي، الخطوط اللي في النص دي هتطلع لي في السكتش اب جوه، هتخليه مش هيرضى يقفل بلينز مع بعض، مش هيرضى يقفل مسطحات، فبروح شايلاها كده. نفس الحكايه في الباب اللي هنا، بعد كده اعمل اكستند كده، وبعدين اشيل الزيادة بتاعت الباب كده. طيب انا برضو احب اكتر اتاكد ان البلان مقفل، ممكن اعمل حاجة، ممكن اعمل بي او تبدأ ابيك البوينتس، احاول اتاكد ان البلانز عندي مقفلة، الخطوط كلها مقفلة مع بعض. كل ما هتقفل مع بعض كل ما هستريح اكتر وهيطلع معايا البلان اسرع على السكتش اب. هروح عاملة كده كده كده، طبعا عشان انا مقفلة خطوطي كلها بان انا شغالة بالاكستند وبالترم، ف الخطوط عندي بتعمل على طول، بتقفل خط كامل بيبقى بولي لاين تبقى بوندري. فاعمل كده خلاص، انا كده اتاكدت لحد ما كبير ان البلان بتاعي معمول. حاجة أعمله مثلا سيف أز، طبعا أعمله سيف في مكان أنا أعرفه، سيف. طيب أنا بعد ما ظبطت الفايل بتاعي على الأوتوكاد خلاص، باجي هنا في السكتش أب بالطريقة العادية بتاعتي، بعمل فايل import وأدخل الفايل بتاعي. طيب هو أول ما جه الفايل كده عندي هتلاحظوا خطوط سميكة، لاحظوا ان الفايل كله الاوتوكاد كله معمول كله حاجه واحده، يعني معمول زي ما يكون بلوك. طيب باجي بعمل ايه عشان خاطر انا عايزه اخلي البلان ده يتعمل له اكسترود او يتعمل له يعني يطلع 3 دي موديل بسهوله على سكتش اب من غير ما اقعد اعمل خط خط بايدي واخش في ان انا مش عارفه اقفل مسطحات واشتغل بيها. طيب لازم نفهمين حاجه، ان السكتش اب هو طبعا بيشتغل بنظام الخطوط، والخطوط دي بتقفل بتعمل لي مسطح. طيب انا دلوقتي محتاجه اصلا احط له مسطح عشان يشتغل عليه، فباجي عند ريكتانجل هنا كده في الشيبس، وبعدين هروح رسماله
ريكتانجل كده. طيب انا مجرد ما رسمت ريكتانجل كده، تلاحظوا الريكتانجل ده برضو لو جيت عملت له بالعلامه دي اللي هي البول اوت بالبوش، ان انا اشده فوق هتلاقيه ماسك كله حاجه واحده. طبعا ده مش صح، مش ده اللي انا عايزاه. انا عايزاه يمسك لي الحيطان لوحدها والارضيات لوحدها والشبابيك لوحدها وكده. طيب فانا عشان اعمل كده بمنتهى البساطه، بدل انا مظبطه الملف بتاعي من الاوتوكاد، فبروح واقفه عليه كده وعامله هنا اكسبلود. اوكي، وانس انا عملت اكسبلود، لو تلاحظوا شايفين اللي حصل ايه، ده بقى حاجه وده بقى حاجه وهنا بقى حاجه، كل حته بقت حته لوحدها. فخلاص انا كده خلصت. بعمل كده اهو كده، رفعت الحيطان بتاعتي اهي. طبعا اللي بره ده انا مش عايزاه، ممكن امسحه بمنتهى السهوله اهو. همسح اللي بره ده تمام، وابتدي ايه ارفع بقى المخطط بتاعي. ارفع دي فوق شويه مثلا، هنكمل السلم والكلام دوت. مثلا عندي هنا عندي باب، فالباب ده انا عايز ارفعه بسهوله. ارفعه ازاي؟ بالعلامه دي كده، علامه الموف، بقف عليها بختار الوش ده واتاكد ان هو كاتب لي اون فيس، بقف عليه كده ودوس كنترول. هو دوس كنترول بيطلع لي علامه الزائد. طب انا عايز ارفعه فوق عشان اعمل من فوق زي عتبه الباب، فبرفع كده واتاكد ان انا على البلو اكسس. خلاص انا طلع لي ان انا على البلو اكسس، اروح دايسه شيفت كده واقف الناحيه دي عشان اقول له بس خلي بالك ارفع لي الشكل ده فوق، بس خلوه لي على نفس مستوى الحيطان. طيب بعد ما رفعته كده عايز اكمل، فباجي بالبوش بعلامه اللي هي بالعلامه دي بتاعت البوش، وادوس برضو كنترول عشان ينزل تحت بقى كده، واختار المسافه بتاعتي بتاعت الباب. طيب نفس الكلام عايز اعمله هنا، بس انا عندي هنا شباك، فمثلا هرفع ده المسافه بتاعتي 90 سنتي مثلا اهو، رفعته. طيب عايز اعمل برضو عتبه من فوق، العتبه اللي هنا، فاروح جايبه كده برضو بعلامة دي اون فيس ودوس كنترول. خلاص انا خدت كوبي، احدد الاتجاه بتاعي انا على البلو اكسس، دوس له شيفت عشان اثبت اهو كده. وبعدين اروح برضو نفس الحكاية كنترول وشدها لتحت، وبعدين بقى انا عايزة اثبتها مع نفس المقاس هنا مثلا نفترض، فهروح عاملاها كده. طيب نفس الحكاية تاني في الباب دوت اهو، اختار برضو بعلامة الموف بدوس كنترول. خلاص اول ما دوست كنترول هو عمل كوبي. بعد كده دلوقتي هو محدد لي ان انا على الاتجاه الازرق، بدوس له شيفت عشان اكد عليه ان انا عايزه اطلع في الاتجاه الازرق. وبعدين اروح عاملاه كده نفس الحكايه، عايزه اعمل بوش حته لتحت، اروح عامله كنترول كده ودايسه علامة البوش وعامله كده بس، واكمل كل الباقي نفس الطريقه، كله نفس الطريقه، وبقى خلصت.